تناقض بحس بيه في الفئة المتوسطة بين الخامات الخارجية والراحة في الاستخدام. بمعنى النوت 7 هنا بيجي بظهر زجاجي محترم وفريم من البلاستيك العريض لان الموبايل ما فيهوش كرفات في الظهر، مع وزن تقيل شويه، هتحس انك ماسك حاجه قيمه في ايدك بس متعبه شويه في الاستخدام بايد واحده لفتره طويله، مقارنه بالجالكسي اي 50 اللي بيجي بظهر من البلاستيك ووزن خفيف وكرفات في الظهر بتنقل لك راحه في الاستخدام، بس في المقابل انت حاسس انك ماسك موبايل رخيص في ايدك. كلامي هنا يا جماعه عن الخامات الخارجيه مش المكونات الداخليه. في فيديوهات كتير على اليوتيوب بتوضح لك مكونات الموبايل الداخلية، ممكن تبص عليها وتحكم بنفسك. اخر كومنت عندي في التصميم لصالح الجالكسي اي 50 اللي بروز الكاميرات فيه شبه مش موجود، اما النوت 7 بروز كبير قوي والبروز ده بيفضل منه حوالي 2-3 ملي حتى بعد تركيب الجراب الشفاف اللي جاي معاه. بالنسبة للحماية من المية، مش محتاج احلف لك ان الجالكسي اي 50 ما فيهوش حماية من المية، ربنا يسامح اللي طلع الاشعة دي. والنوت 7 بيقولوا عليه مقاوم لطرطشة المية علشان بس التقفيل بتاعه حلو شوية وفي كاوتش وكده، بس انا برضو ما انصحكش تحط اي واحد من الموبايلات دي في المية. هو انت مش تعبان في فلوسك ولا ايه يا عم؟ قلت في مراجعتي للريدمي نوت 7 اللي ظهر لك في الاي اللي فوق دلوقتي اني مش عارف ابص في الشاشه تحت الشمس ولا متقبل الوانها، لاني كنت براجع قبلها الجالكسي اي 30 واي 50 اللي شاشتهم سوبر اموليد. ولا ده تحيز ولا تعصب لسامسونج، بس هي حقيقه سامسونج بتعرف تعمل شاشات محترمه جدا. من الاخر ده الفرق الجوهري المحسوس قوي بين الموبايلين، والفرق ده زي ما قلت وبقول وهفضل اقول بيبان لما تحط الموبايلين جنب بعض. وده دورنا، انا مش جايب لك صور من على النت ولا طالع اتكلم وخلاص وانا مش مجرب موبايلين مع بعض. وسريعا كده، الشاشتين فول اتش دي بلس، الشاومي 6.3 بوصه اي بي اس، والاي 50 6.4 بوصه سوبر اموليد، والاثنين فيهم نوتش دروب ووتر. الحواف في السامسونج في طرف الشاشه واضح جدا انها اقل من حواف طرف الشاشه في النوت 7. بالنسبه لانك تلغي النوتش، السامسونج ينفع تلغي النوتش انما الشاومي الاوبشن ما لقيتوش. وبالنسبه للحمايه اللي انا مش مقتنع بيها، فالنوت 7 عليه جوريلا الجيل الخامس والاي 50 عليه جوريلا الجيل الثالث. النوت مش بيجي معاه سكرينه وانصحك تركب له سكرين على طول، والجالكسي بيجي متركب عليه سكرينه جيلاتين خفيفه اقعد بيها شويه وبعد كده غيرها. في كومنت عندي على سرعه استجابه التاتش على الشاشه، سامسونج متفوق فيها وده باين جدا في كتابه على الكيبورد. لو مسكت الموبايلين مع بعض وكتبت على السامسونج هتلاقي الكتابه اسهل واسرع ومش بتغلط خالص، بعكس الشاومي اللي احيانا بغلط وانا بكتب وزرار المسح ساعات بحسه تقيل كده، يعني الطرف بتاع الشاشه اليمين التاتش بتاعها بحسه تقيل شويه. اول ما الجالكسي اي 50 نزلوا تسريبات قالوا كلام كتير على ان المعالج بتاعه الاكسينوس 96.10 معالج حكايه وروايه وتمثيليه واقل من سناب دراجون 710 حاجه بسيطه. في الاخر التجربه الفعليه للموبايل اثبتت انه يا دوبك زي سناب دراجون 660. النتيجه بتاعت انتوتو قريبين جدا من بعض، ده انا حتى مش حاسس بفرق توفير الطاقه في السامسونج اللي المفروض معماريته 10 نانو عكس السناب دراجون 660 اللي هو معالج الشاومي نوت 7 اللي المعماريه بتاعته 14 نانو. من الاخر الاداء في الموبايلين ممتاز ومش هتحس بفرق كبير ما بينهم باختلاف بس الواجهه، لان كل واجهه وليها مميزاتها وعيوبها. بالنسبه الاداء الرسومي والاداء في الالعاب، الاثنين شغالوا ببجي زي الفل معايا على هاي اتش دي جرافيك، بس لو تاخد بالك الجالكسي اي 50 تقدر تلعب فيه على الترا اتش دي بعكس الشاومي اللي اخره هاي اتش دي. اسيبكم مع باقي السبيد تيست وبعديها نكمل المقارنه. النوت 7 فيه لمبه اشعارات بتنور بلون وحيد ابيض نوره ضعيف وهي في طرف الشاشه من تحت، انما الاي 50 ما فيهوش لمبه الاشعارات والبديل الاولويز اون ديسبلاي اللي بيعرض ايقونات الاشعارات والشاشه مقفوله. بالنسبه لايقونات الاشعارات فهي بتظهر فوق جنب النوتش في الاي 50 موجوده وثابته، انما النوت 7 بتظهر شويه وتختفي لحد ما يجي لك اشعار تاني واعتقد هتتحل بسوفت وير. واجهه سامسونج فيها انك تعمل نسختين من برامج التواصل بس، انما الشاومي نسختين من اي برنامج. والنوت 7 بيتفوق في وجود مستشعر الاي ار لو بتستخدمه يعني. والمستشعرات الموبايلين فيهم كل حاجه، مستشعر التقارب اللي بيقفل الشاشه وانت بتعمل مكالمه شغال في النوت 7 من غير ما تلمس الشاشه، اما في السامسونج لازم تلمس الشاشه على خفيف. من الاخر الاثنين شغالين زي الفل بعيدا عن ان هم بيشتغلوا ازاي. صوت الموبايلين عالي بس النوت 7 مجسم اكتر وعجبني اكتر. صوت المكالمات في الموبايلين ممتاز وعالي، وصوت سماعات الاذن او الاي او اكس في الموبايلين ممتاز وعالي برضه. وبالنسبه للشبكات في مراجعتي للنوت 7 انا ما جبتش سيره الشبكه وقلت انها تحت الاختبار لاني ما كنتش
كنتش رحت الاماكن اللي فيها الشبكه بتبقى ضعيفه وبجرب فيها الموبايل داتا. بصوا من الاخر السامسونج A50 شبكته مستقره اكتر بس ضعيفه عن النوت 7، بمعنى ال A50 صعب موبايلك يبقى غير متاح، بس لما تعمل مكالمه في مكان الشبكه فيه ضعيفه الصوت ممكن يقطع، ولو فتحت موبايل داتا هتلاقي النت بطيء عكس النوت 7 اللي مره واحده تلاقيه سقط شبكه وموبايلك غير متاح، بس لو الشبكه موجوده هيشتغل معاك زي الفل في المكالمات والموبايل داتا هتلاقي النت سريع جدا. الموضوع ده فكرني بالمي 8 لايت اللي كانت شبكته زي الفل معايا، انا مشيت بالموبايل ده حوالي شهر تقريبا لحد ما وصل له تحديث كرهني في الموبايل ده بسبب موضوع الشبكه اللي كل شويه كانت بتسقط. وزي ما باكد دايما قصه الشبكه دي في حاله انك بتتواجد كتير في اماكن ما فيهاش شبكه كويسه. انا شايفك يا عمي اللي شغال على 4G من اوضتك، الحته دي ما تهمكش. عناصر الامان، النوت 7 بصمته في الظهر وصاروخ، السامسونج A50 بصمته مدمجه بالشاشه بتفتح في ثانيتين تقريبا، الفيس انلوك موجود في السامسونج وشغال زي الفل، انما في الشاومي اتغير بلد للهند وشغال برضه زي الفل. الاثنين بطارياتهم 4000 ملي امبير، نفس الاستخدام للموبايلين، الشاومي قعد 8 ساعات والسامسونج قعد 7 ساعات، وانا استخدامي اكيد غير استخدامك بس اقدر اقول لك ان البطاريات هنا كويسه. وبالنسبه لسرعه الشحن، النوت 7 بيدعم شحن كوالكوم الجيل الرابع بس بيجي معاه شاحن 10 واط، يا فرحتي، بيشحنها في حوالي ساعتين وتلت، انما السامسونج معاه شاحن 15 واط بيشحنها تقريبا في ساعتين، والاثنين طبعا فيهم المنفذ اليو اس بي تايب سي. تعالوا ندخل على اخر واهم حاجه في المقارنه دي وهي مقارنه الكاميرات. لو عاوز تعرف الارقام بالظبط بتاعت العدسات وكده ادخل على مراجعه كل موبايل هتلاقي في الكومنتات تحت، انما احنا هنا بنتكلم في الاداء الفعلي للتصوير. وقبل اي حاجه السامسونج فيه عدسه ثالثه لزاويه تصوير واسع لو هتستخدمها، يعني خليني ابدا بعرض صور معاكم. والسيتنج كانت الاتش دي ار اون، الوضع اوتو، الذكاء الاصطناعي شغال في الموبايلين. نبدا بالكاميرا الخلفيه في الشمس بورتري، الصوره فاتحه شويه في النوت 7 عن السامسونج، القص احسن شويه في النوت، الاثنين ما عرفوش يجيبوا لون الجلد صح. في الصوره دي الالوان مظبوطه في السامسونج بالتفاصيل الاكتر للوش في السامسونج برضو. الصوره دي بورتريه في الضله، النوت كالعاده شاطر قوي في القص والتفوق واضح ليه. صوره بقى عاديه مش بورتريه في الشمس برضو لون الجلد مش مظبوط في الموبايلين. في الصوره دي لون الزرع والهدوم كان حقيقي اكتر في الـ A50. في الصوره دي الشمس كانت جايه في وش الكاميرا، انا شايف النوت احسن شويه. ودي صوره علشان نعمل زوم ونشوف التفاصيل، ما شاء الله مفيش تفاصيل في الموبايلين. وهنا تصوير اضاءه غرفه، تفاصيل لصالح الجالكسي A50 بفرق كبير، وهنا الصورة دي برضو الجالكسي A50 متفوق في الألوان والتفاصيل. ندخل بقى على التصوير بالليل، دي في إضاءة صفرة يا جماعة، النوت عالج الألوان وخرج صورة جميلة بس الحقيقي كانت ألوان السامسونج. الصورة دي النوت جايب تفاصيل أكتر، بص كده على الرخام بتاع الصور، وهنا برضو النوت عالج الصورة وخلاها أحلى بعيدا عن الواقع. والصورة دي النوت برضو طلع تفاصيل احسن شوية. وفي الصورة دي انا مش شايف فرق محوري، الصورة دي صعبة اصلا بالليل في اضاءة ضعيفة جدا، وكمان الاضاءة الضعيفة دي صفرة، الاتنين معرفوش يظبطوا الكلام. ودي صورة غريبة جدا، انا ما كنتش شايف الشجر اخضر اصلا، كان بالنسبة لي لونه محروق بسبب الاضاءة الصفرة الاوفر اللي كانت فوقيه، وبرضو النوت عالج الصورة وخلاها احلى. ندخل بقى على التصوير بالكاميرات السيلفي، في الشمس بورتريه القص احسن في النوت، في الضله بورتريه لون الجلد احسن شويه في النوت، في اضاءه الغرفه يبتدي فرق العدسات يبان، النوت الالوان هتبقى بهتانه شويه وهيظهر شويه نويز، ركز في طرف الصوره من فوق على اليمين. بورتريه بالليل السامسونج صوره اجمل والوان مشبعه اكتر، اضاءه غرفه ضعيفه تفوق تام للسامسونج. صورة صعبة بقى بالليل وفي مصدر ضوء في وش العدسة، النتيجة زي ما انتوا شايفين تفوق للجالكسي A50. ندخل بقى على تصوير الفيديوهات بالكاميرات الخلفية للموبايلين مع بعض. بالنسبة لتصوير الفيديوهات فانا دلوقتي بصور بالشاومي نوت 7 والجالكسي A50 على 1080p 30 فريم في الثانية. هنشوف مع بعض مين الموبايل اللي قدر يطلع ثبات فيديو احسن وانا بتمشى زي ما انتوا شايفين، ومين الموبايل اللي قدر يطلع صوت افضل يعني المايك بتاعه احسن في عزل الدوشه. الشاومي نوت 7 بيقدر يصور 1080p 60 فريم، بس انا طبعا بصور على 30 عشان المقارنه تبقى فير ما بينه وبين الجالكسي A50. والA50 فيه عدسه تانية للتصوير الواسع تقدر برضو تصور بيها 1080p، بتجيب كادر اوسع من كده بكتير، بس الفكره ان ما ينفعش تنقل ما بينهم وانت بتصور الفيديو زي الاستن، لازم توقف الفيديو وتشغل العدسه الواسعه وتصور تاني من الاول. بالنسبه لتصوير الفيديوهات بالليل فانا دلوقتي بصور بالشاومي نوت 7 وبالجالكسي A50، ماسكهم الاثنين جنب بعض وماشي في طريق ضلمه قوي يعني، او الاضاءه بتاعته شبه ضعيفه، نفس اللي انا بصور فيه تقريبا بالليل كل مره الفيديوهات، علشان نشوف مين اللي قدر يطلع تفاصيل احسن ونويز اقل.
ونشوف برضو الثبات ونشوف الصوت ونشوف كل الكلام ده مع بعض في الفيديو النهائي ان شاء الله. وبالنسبة للأسعار، الجالكسي A50 نسخة واحدة 128 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 5300 جنيه، وممكن تركب كارت ميموري وشريحتين اتصال مع بعض. إنما النوت 7 فيه منه 3 نسخ. كلامي هنا كان عن النسخة العالية 128 جيجا مع 4 جيجا رام اللي سعرها حوالي 4222 جنيه، وفي نسخ تانية أقل 64 و4 ب 3777 جنيه، ونسخة 32 و3 بسعر 3000 جنيه، وبتركب شريحتين او شريحه وكارت. لو هتحط النسخه ال128 من النوت قصاد السامسونج A50 فرق 1000 جنيه تقريبا، ال1000 جنيه دول هتاخد بيهم في السامسونج شاشه احسن سوبر اموليد، شاحن في العلبه اسرع شويه، سماعات اذن بتيجي برضه في العلبه بس جودتها تعبانه شويه. فرق الكاميرا بالنسبه لي مش فرق كبير، يعني مفيش حد كسب في كل اوضاع التصوير. فرق الاداء بالنسبه لي ما كانش محسوس، وفرق الخامات كله بيركب جراب. قول لنا بقى في الكومنتات تحت انهي موبايل عجبك اكتر، خصوصا في الحته بتاعه الكاميرا، وقول لنا برده لو عاوز مقارنه تانية واحنا هنحاول نجهزها ونعملها لك. وانت بتكتب الكومنت بالمره اعمل لايك، وتاكد انك عامل سبسكرايب في قناه موبيزل ومفعل الجرس علشان تشوف مقارنة.